السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعينا على اليوتيوب، إنا لله وإليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أثناء ركوبي عربة أنا وابني متجهين إلى المسجد الأزهر أو مسجد الحسين، وكان يركب العربة شابين من اللي يتمتعون بصحة وقوام رياضي، شكلهم بيمارسوا رياضة. المهم الشابين دول غلبوا السواق. اول حاجه قالوا له احنا عايزين نروح عند باب القاضي. قالوا ما فيش حاجه اسمها باب القاضي، في حاجه اسمها باب زويله، انا هنزلكم في شارع المعز. الله اكبر الله اكبر الله.